فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. بعد استقالة السيد عبد المهدي، توقع الكثير أن مطالب من هم في ساحة التحرير وفي ساحة الصدرين في النجف وفي ساحة الحبوبي بالناصرية وفي البصرة وغيرها من المحافظات العراقية أن هذا هو مطلبهم، ولكن المطالب ربما هي أكبر من ذلك. المطلب الوحيد والمعروف هو نريد وطن، نريد وطن بكل ما تحمل هذه الكلمات من معان يعرفها ذو الألباب. المشكلة في الأمر الآن هي ليست فقط في ساحة التحرير، إنما يتعرض له ناشطو الساحات والمتظاهرين والذين خرجوا يطالبون بأبسط حقوقهم، هو تعرضهم للاختطاف، للاعتقال، للتغييب. وهذه الحالة شهدها الكثير من الناشطين يعني، وعرفنا أسماء لربما ظهرت إلى العيان، ولربما أسماء لم يعرفها يعني لم يعرفها الكثير، لربما هم ليسوا في مواقع التواصل الاجتماعي ناشطون، أو لربما لم يتبنى أحد قضيتهم. ولكن اليوم مناشدة إلى وزارة الداخلية، إلى وزارة الدفاع، إلى أمن الحشد، إلى الكثير من القيادات الأمنية أنه هلا بناشطي ساحات التظاهرات، هذا الاعتقال التعسفي وهذه التعهدات الخطية ستزيد الوضع وتفاقم الوضع أكثر فأكثر. راح أتحدث اليوم مع عدة ناشطين مدنيين من ساحة التحرير، وخلوني أرحب بضيفي الأول إبراهيم حسين الناشط المدني. إبراهيم، مرحبا بك وحياك الله. حياك الله أخي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أشكر قناتكم من البداية على هاي المبادرة الرائعة، وطبعا الصوت شوية مو واضح يمكن. طيب إبراهيم تسمعني واضح؟ حياك الله. خلي أبدو وياك إبراهيم. أنت نعم أسمعك واضح. نعم. حياك الله. الله إبراهيم، أنت تعرضت للاعتقال، للاختطاف، سميها ما شئت، قبل شقد؟ والمعتقلون او الخاطفين طبعا هذا الحكي قبل نعم. نعم نعم نعم. شنو اللي كانوا يريدونه منك؟ هذا الحكي بس خلي اكمل فكرتي ابراهيم، بس اكمل فكرتي، بس اكمل السؤال وجاوب براحتك، اعطيك المجال. اوكي تفضل. تمام اخوي. نعم نعم. شنو رادوا منك الخاطفين؟ نعم. وش قد ظليت عندهم؟ وين كانت الجهه الخاطفه؟ من هي؟ وهل هذا الاختطاف أثنى عزيمتك عن الوصول إلى ساحة التحرير مرة أخرى؟ تفضل إبراهيم. طبعا بالبداية لا، خلي أجاوبك على آخر شيء، لا ما أثنى عزيمتي، بالعكس زادني إصرار أكثر، لأن هواية تعرضوا للاختطاف، هواية تعرضوا لمشاكل ممكن أكثر من مشكلتي، بس ما حد قدر يحكي بسبب التهديد. يعني انا اتذكر وقتها هو من حط السلاح سحبه خلاه براسي، قال لي اذا تحكي لاي شخص راح نقتلك، احنا نعرف انه انت بفلان مكان تروح تجي، اهلك حتى اللي يمشون ياك وعناوينهم، حكى لي كل اللي انا مسويه حتى على مواقع التواصل. فكنت اخوي يبقى لدي اياك ان تتكلم، بس انا لا اتكلم حتى يعني يصير عبره الي والغيري انه ما يصير تكتم على هالشيء. وهواي عالم انسحبت من ساحه التحرير، وهواي ناشطين مدنيين بوقتها، يعني ابسط شيء من احاول احكي وياهم ويقول انا ما خايف بس انا اخاف على اهلي، بس هذا الشيء هو غلط، لا المفروض نحكي. هاي اولا. ثانيا احنا ما اعتقلنا، احنا تعرضنا للاختطاف. ليش تعرضنا للاختطاف؟ لان الجهه اللي جت علينا كانت سيارات كن حكومي رقمها وسيارات مدنيه، واللي نزلوا مدنيين، واول ما نزل حط السلاح براسي ويعني سحلني سحل هيك من السياره وضربني بالاخمس على راسي ووقعني بالقاع راسا، يعني تعرضنا للضرب لمده ساعات. هاي اولا.
طبعا من ضمنها توجيه الاتهامات، من ضمنها انتم مدفوعين من فلان جهه، من ضمنها انه انتم كيت من هاي الامور الى اخره. بالتالي سلمونا يعني حسب ما انه اني دا طبعا انا اكيد كنت عيني مشدوده ايدي مشدوده، بس هيك شفت انه باب نظام انفتحت عارضه، سمعت انه واحد يسلم على الاخ، سلمونا الجهه حكوميه. السؤال هنا هو المهم، اذا كانت هي جهه حكوميه يعني هذا الشيء هي هاي الكارثه، لان هو ما جاب عنده مذكره اعتقال ولا انا مسوي اي شيء حتى يجي يعتقلني بهاي الصوره. واذا كانت الجهه غير حكوميه بمعناتها انه هي عصابه او ما اعرف شنو تسموها، ميليشيات او ما اعرف شنو تسميها، انه تسلمني الحكومه هاي الطامه الكبرى بعد. فهي بالحالتين هي هاي مشكله جدا جدا يعني لحد الان انه انا ما متخيلها. هاي اولا. ثانيا انا اختطفت مو تقول من مكان من منطقتي لو مكان غريب لو مكان ما بي احد، لا انا انخطفت من قلب المنصور. وتعرف منصور 14 رمضان ورا لعبه المنتخب يصير يعني زخم بالمرور وبالبشر، فشي ما تتخيله. وانا انخطفت بالمنصور 14 رمضان امام العالم وامام الجميع، فهاي كارثه كبرى. فانا ردفتهم المسؤول القاطع على المنصور هناك، يعني اردنا اشد ما اعرف الجهات الامنيه اللي موجوده هناك تابعه للداخليه للدفاع، ما اعرف الجهه الامنيه. أرد شوفت يا مسؤول القاطع انت شلون انا انخطف بمنطقتك ولحد هسه انتم ساكتين، وليش هذا التكتم اللي حاليا موجود وما حد قدر يعلن عن اي شيء. بالمناسبه المكان اللي ذبونا به كان تعاملهم لطيف جدا للامانه. تنحكي من ضمن الكلام اللي كان يحكي وياي، طبعا بالنتيجه النهائيه عرفت انه احنا وين كنا، يعني هيك كانت عيني مشدوده، بس شفت المكان هيك لابسين عسكر وشفت وزاره الدفاع ما اعرف ايش، هاي من ضمن ما يقوموني ويسوون تحقيق. فمن ضمن الكلام اللي اتذكره قال انت شنو جابكم هنا؟ انا عرفك انا شايفك انت بطل انت مدرب انت كذا. قلت له نعم. قال لي جابكم هنا؟ قلت له انت تسالني هذا السؤال لو انا اسالك اياه؟ انا ما اعرف انا شنو اللي مسوي حتى اجي هنا. قال والله ما اعرف انا القوه اللي جابتك لهنا او الجهه اللي جابتك ما اعرفهم، وشنو السبب اللي جابوك لهنا ما اعرف. يعني تخيل هو يحكي وياي بهالاسلوب. بالتالي قال راح نسوي اجراء روتيني وتطلعون. فانا ما كنت متصور انه راح نطلع بعد الضرب والتعذيب اللي شفناه وتوجيه الاتهامات. بالتالي وقعونا على اوراق وتعهدات وبصمه انه ما نتعرض للقوات الامنيه. شنو ما تعرض للقوات الامنيه؟ ومنو متعرض للقوات الامنيه؟ منو واصل يم القوات الامنيه؟ يعني فشيء غريب جدا. يعني هاي اولا. ثانيا عدم التحشيد وعدم التظاهر مثل هيك شيء كان موجود بالكتاب، وما اعرف احنا يعني شنو اللي مسويه احنا بالضبط. هي مجرد كانت لعبه ووقفه سلميه سوينا بوقتها وشعلنا شموع على ارواح الشهداء الناصريه وخلص. هذا اللي صار. وكنا فاتحين بث لايف والجميع كان يشاهد شنو اللي صار بيومها. فكتبونا على تعهدات احنا ما مسويها، وبالتالي اخذوا لنا صور ومعلومات كامله علينا، وبالفعل تم اطلاق سراحنا. صح الجهه كانت تتعامل ويانا باسلوب لطيف وجيد، لكن هاي الامور اللي وقعت عليها انا وكتبتها انا كلها هاي ما مسويها. طيب ابراهيم، انا واحد من الناس احتمال انه مريت ابراهيم عالم غيري مرت بمواقف اصعب. تم ابراهيم على شنو وقعت انت؟ على شنو وقعت؟ نعم. خلي اعرف على شنو وقعت. وقعت على تعهد عدم التعرض، عدم التعرض للقوات الامنيه، عدم التظاهر، عدم تحشيد وكذا من هاي الامور. نعم. طيب خلي هاي الامور احنا كلها ما مسويها، بس اضطريت تتوقع حتى تطلع. قال لي هو هذا اجراء روتيني يسويه حتى. طيب يعني نعم. انت ما متظاهر؟ انت تقول هاي كلها ما مسويها، انت ما كنت متظاهر؟ أنا ما كنت متظاهر؟ إيه. متظاهر هذا طلع لي شيء بالقانون أو بالدستور إنه يمنعني من التظاهر. طيب ممتاز جميل. لعد هو أنت وقعك على عدم التظاهر أيضا؟ والتحشيد كان هيك مكتوب. التحشيد شنو قصده بيه ما أعرف. أنا شو محشد كانوا موجودين عوائل وكنا شاعلين شموع بالقاع والتصوير كله موجود. نعم. كله موجود فاتح بث لايف. الجهة اللي اختطفتك الآن ما تعرف منو، لمن ترجع، لمن تعود، ما نعم. عرفت وين أخذتك أساساً؟ والله بصراحة ما أعرف أبد ولا أكيد هو ما يعني حتى إذا كان مكان قريب أكيد هو راح يفرني بمكان طويل حتى يتيهني. وبالتالي أنا كنت عيني مشدودة وكنت جواهم وعرض للضرب لساعات لحد ما وصلت مرحلة فقدت. طيب هاي أنت وحدك لو كان وياك عدة أشخاص؟ يعني كانوا وياك عمار وعثمان وغيرهم ولا لا وحدك كنت؟ لا 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 وياي. نعم نعم نعم. وكانت بنيه وياي بالمفارز الطبيه مسعفه. نعم. وهاي المسعفه طبعا هم تعرضت للضرب. يعني انت تخيل انت شنو احساسك هسه اذا كنت مختطف، اذا كنت من الدوله، اذا كنت من مكان، انت شنو احساسك من تضرب بنيه مسعفه
سعفة ملايين سعفة وتلقاها بالمتقدم وتسعف بالعالم وكلها موارد 98، تمد يدك عليها وتضربها انت تخيل بعد. ما اعرف احنا، ما اعرف احنا وين، ما ادري. طيب ابراهيم خلي الان ارجع، يعني وصلت لي الصورة هذه، لكن انا بالمقابل احنا نحمل كل الجهات الامنية وكل الموجودين مسؤولية سلامتكم. يعني انا اعرف الان شنو وضعك وشنو نفسيتك انت والشباب الابطال بعد هذه العملية. يعني انا تتخيل ولا وقاطعك، من كنا بهذا المكان المقر من عرفت انه هو تابع للدولة ارتاحت شوية اكثر. من قال لي راح نطلب صراحكم، ما كنت مصدق، قلت له لا ما اريد اطلب صراحي بما ان اسلوبكم هيجي مجرد تعهد خليني يمك، لان انا شنو يضمن لي هسه اطلع يردوني ياخذوني مره لخ. قام يضحك قال لي انا شنو تريد تبقى؟ قلت له اي حقيقه اريد ابقى، انا شنو يضمن لي هسه اريد اطلع مرت لك وتاخذوني؟ قال لا نذبك بالمكان اللي تريده. قلت له لا ما اريد خليني. نعم خلي ارجع لك ابراهيم. احنا ماكو هسه، انا امشي بالشارع واتلفت. انا ادري يعني انت قلت لي قبل اللقاء يمكن سولفنا بهذا الموضوع، خلي اسالك الان. انتم اليوم كناشطين هل يوجد متحدث رسمي باسمكم؟ خصوصا من امس الى اليوم عدة مواقع وعدة وكالات تداولت اسم مثلا الدكتور احمد الابيض كمتحدث رسمي باسم المتظاهرين، ما صحت هذه؟ انتم كمتواجدين في الساحة تفضل. نعم لا صح هاي الاخبار، ماكو احد يمثلنا حاليا هاي اولا. ثانيا انا حتى بهاي هسه بنطالع على قناتكم، يعني انا حتى هسه بنطالع هنا، انا ما دا امثل كل المتظاهرين ولا دا امثلهم بهواي امور. احنا هناك كليتنا هدفنا جدا واضح، فاتمنى يعني هاي الامور ليت لحد يتناقلها مواقع التواصل وغيرها. ماكو احد يمثلنا حاليا، بس ممكن بعض الصفحات الوهميه او ممكن بعض المندسين يدخلون في الشخصيات او يحاولون يضغطون بعض الامور حتى يجيبون فلان وفلان انه هو يتحدث باسم المتظاهرين. انا اصلا ما شايف هذا الشخص اللي بدك تحكي عنه، ما شايفه هناك، انا من اول يوم هناك. نعم طيب وصل لهناك هو او غيره، وذاك الوقت خليه يتفاهم ويانا، احنا موجودين ومعروفين هناك. نعم طيب ابراهيم خلي اسالك الان، السيد عادل عبد المهدي استقال هو وحكومته. نعم. والسيد رئيس البرلمان اجى احدى الساحات ونزح سترته واكد انه هوية مطالبكم، شنو اللي تريدونه؟ نعم. بعد استقالة حكومة السيد عبد المهدي. استقالة البرلمان اكيد، لان احنا شنو استقال عادل عبد المهدي وجابوه لنا غير اسمه وخلوه نفس الحالة تنعاد؟ لا احنا مو هذا مطلبنا. انا بيوم اللي اختطفوني هو كان مستقيل عادل عبد المهدي، كان مقدمها الاستقالة مالته. شنو اللي اختلف؟ شنو اللي تغير؟ استقال الظهر وخطفوني بالليل. إذن هي الحل مو باستقالة عادل عبد المهدي. بعد شنو الحل؟ وين؟ إلا البرلمان وراح البرلمان، وبعدين الدعوة إلى انتخابات مبكرة. ناوين مثلا عندكم أحد بساحة التحرير ناوين ترشحون رئيس وزراء أو عدة شخوص يرشحون إلى رئاسة الوزراء؟ تفضل. والله حاليا يعني حاليا ما اعرف اجاوبك على هالموضوع، لان انا ما اقدر اتكلم عن لسان. نعم. الثوار او المتظاهرين اللي موجودين هناك، ممكن احنا نجتمع بيناتنا ونقرر هذا الشيء. يعني اكو نيه لهذا الشيء انه أحد حقيقة. انه ينبثق رئيس وزراء من المطعم التركي؟ نعم. يعني اكو نيه انه ينبثق رئيس وزراء جديد من المطعم التركي؟ ما اعرف منو لك هاي المعلومه منين جتك. لا يعني اكو هيك نيه، ممكن وغير ممكن، ما اعرفها بصراحه. طيب اكو هيك نيه، ما اعرفها بصراحه، ما اول مره انا اسمع هاي المعلومه من عندك. نعم بس على الاقل يكون عراقي شريف، اذا كان من المطعم التركي، اذا كان من ساحه التحرير، اذا كان من جسر الجمهوريه، اذا كان من غير مكان، على الاقل ما عنده جنسيه مزدوجه، على الاقل عايش بنصنا، على الاقل يشوف اللي نشوفه كل يوم مهما كان هذا الشخص. طيب سولف لي عن موقف أثر بيك جدا
وأرغمك أنه فعلا تبقى أنت بالساحة رغم ما تعرضت إلى من اختطاف، من ترويع، من تعذيب، من ضرب إلى آخره. بصراحة مواقف، مو موقف هو، تسولف لي هي مواقف، ما لا واحد ولا اثنين. نعم يعني إذا أنت تكون هناك، طبعا أنا عندي مفارز طبية هناك وتنسيق على المفارز الطبية، فأشوف الحالات اللي تجي هناك، المضروب، المصوب، اللي يحتاج تدخل جراحي، من أطلع وياه للمستشفى أو من عينه تدمع ويقول الله يخليك لا تعوفني يخليك يمي، يعني هواية هي، ما عدا التبرعات من العوائل. يعني وصلوا مرحلة بنية كانت طالبة صف سادس، كاتبت لي رسالة وحاطت ترشية، حتى أهلها ما يدرون، يمكن قالت لي تبيعها وتتصرف، ما أتذكر والله حتى سعرها ايش قد جابت بوقتها. فهي مواقف هواية، ما أعرف شنو أذكر لك، يعني إحنا هناك موجودين بس نشوف هيك مواقف، لأن الناس حقيقة شرفاء موجودين هناك. نعم إبراهيم، أنا أشكرك طبعا. شكرا. واحدة، اثنين، نعم. ثلاثة. نعم أنا أشكرك، لأنه بعد عندي زملائك عمار وعثمان، أشكرك. لكن نعم. قبل أن أختم وياك، أولا شو تحب تقول للعراقيين، وثانيا شو تحب تقول للي بساحة التحرير واللي بالنجف واللي بالناصرية واللي بالبصرة واللي بالديوانية، وثالثا شنو تحب تقول للي خطفوك؟ تفضل. بالنسبة لي هي اختصرها بكلمة واحدة، نعم. أتمنى جميع المحافظات تتواجد ببغداد، خلص بس هذا اللي أقوله. طيب شكرا. أما بالنسبة للي يخطفوني ما أعرف شنو أقول له. طيب شكرا إبراهيم. بس يجي يومهم، ماكو واحد ما يجي يومه، ماكو واحد. اي نعم. طبعا أكيد. شكرا إبراهيم، الحمد لله على السلامة وإن شاء الله الصحة أكيد. والسلامة. وإحنا نأكد أن هاي ساحة سلمت. التحرير فعلا راهنت على دفن الطائفية، نعم. ودفن المناطقية ودفن القومية ودفنها كلها، ويبقى اسم العراق واحد إن شاء الله. شكرا إبراهيم. إن شاء الله، أكيد جزيل الشكر لك. أشكرك. حياك الله. أحب الكرام، مستمرين معكم مع أيضا ضيفنا الآخر الناشط المدني عمار عبد الحسن، لكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا.